السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل معطر طبيعي للجسم، هيخلي ريحة جسمك حلوة جدا اكنك فواحة كده متنقلة في البيت. احسن حاجة ان هو مكوناته بسيطة ومتوفرة وكمان اقتصادية جدا. لو رحت تشتري اي معطر اكيد هيكون فيه مواد كيماوية وكمان هيكون سعره مرتفع. النهاردة احنا هنحارب كل الكلام ده، وانا متأكدة لو جربتيه مرة هتبطلي تشتري المعطرات بتاعت الجسم من بره. ده كان شكل الكريم، وكمان لما بنسيبه كده لوحده هو بيتحول لبودرة، فهتكون بودرة معطرة او كريم معطر على حسب ما انتي بتحبي وعلى حسب اللي انتي عايزاه. المهم بقى ان طريقة استعماله بتكون واحدة، لما تكوني بتاخدي الشاور بتاعك بعد كده، لما تاخدي كده شاور حلو جدا بالليفة ويكون جسمك مبلل، هتحطي عليه البودر او الكريم وتحطيه على جسمك، لان هتكون كل المسام متفتحة فهيمتصوا جسمك، هيدي ريحة حلوة، هيدي نعومة، هيدي ترطيب. بجد من الحاجات الهايلة اللي لازم ان شاء الله تجربوها. لو بيعجبكم النوع ده من الفيديوهات لحاجات التجميل اللي بتكون سهلة وسريعة واقتصادية، حطولي لايك على الفيديو عشان اعرف، وان شاء الله هجهز حاجات حلوة جدا للمتزوجات والعرايس. تعالوا نشوف بقى هنعمل البودر الجميل ده او الكريم ازاي. هحتاج للنشا. نشا الذرة من الحاجات الجميلة اللي دايما بعتمدها في الماسكات والحاجات بتاعه البشره. ده النشا اللي احنا بنستعمله في المطبخ عادي خالص بتاع الاكل. تاني حاجه هستعملها مكون لازم يكون متوفر عندك دايما، هو جل الصبار. جل الصبار ده من الحاجات الجميله سواء للبشره سواء للشعر، واحنا دايما بنستعمله. ده بيكون شكله من جوه، وفي الوصفه بتاعه النهارده ده جل الصبار اللي انا عايزاه، اي نوع طبعا، ولكن اللي هو بيكون جاهز مش اللي جاي من النبته. هستعمل النهارده زيت الورد المركز او اي زيت عطري انت بتحبيه. انا عن نفسي بحب زيت الورد جدا، لكن في ناس مش بتتقبله، فاستعملي بقى زيت لافندر، اي زيت عطري انت بتحبيه. تقدري تروحي بيركب العطور وتطلبي منه الزيت العطري بالريحه اللي انت بتحبيها، لان هي دي هتكون ريحة جسمك اللي هتفضل ثابتة على جسمك اليوم كله. فتعالوا بقى نعمل مع بعض كده. انا هستعمل بقى زيت الورد النهاردة. تعالوا نشوف، هي تقريبا مش هيحتاج مكونات. هاتي كده اي وعاء زجاجي عشان يكون حلو ويكون يحتفظ كمان بالريحة اكتر. هحط حوالي 3 معالق كبار من النشا، وهجهز بقى جل الصبار وزيت الورد. كمية اللي انا احطه ده بيعتمد عليك انتي. انا عن نفسي هحط معلقة كبيرة من جل الصبار ومعلقة كبيرة من زيت الورد، وهشوف كده القوام بتاعه هيبقى عامل ازاي. زيت الورد برضو من الحاجات اللي بتساعد جدا على التفتيح، انا عامة بحبه، يعني بحبه جدا على الجسم. والمعطر بتاع النهاردة طبعا ينفع للجسم كله والاماكن الحساسة، ممتاز. انا دلوقتي حطيت معلقه كمان كبيره من جل الصبار ومعلقه من زيت الورد، هبتدي اقلب. هيكون قوامه عامل زي الكريم بس مش كريم قوي، يعني بصوا انا بحب الملمس ده. لو انت عايزاه كريمي اكتر زودي معلقه تانية من كل حاجه، من جل الصبار ومن زيت الورد او الزيت العطر اللي انت هتستعمليه. كده ريحته ممتازه، نقدر نستعمله دلوقتي. ايوه نقدر. هنعمل ايه؟ هناخد الشاور، واحسن نتيجه ان انت تاخدي الشاور كده بالليفه او تعملي حمام مغربي علشان تكون البشره يعني المسام بتاعتها متفتحه وتستقبل كل حاجه، فعلى بشره نظيفه وهي تكون مبلله. هنشوف هنعمل ايه. ده القوام اهو، هحتفظ بيه بقى في المطبخ كده عادي مقفول البرطمان عليه واستعمله طول الوقت. دلوقتي فلنفترض ان انا باخد الشاور وجسمي مبلل، هبتدي اخد حبة صغيرين كده جدا، شايفين ايه، وافرده على الجسم، افرده على الجسم بالكامل. ريحته طبعا جميلة جدا، انت هتشم الريحة بقى وانت واقفة كده، وبعدين هتسيبيه حوالي 5 دقايق 10 دقايق على حسب وقتك. بعد كده تشطفي جسمك بالمية العادية وخلاص كده تتنشفي، هتفضل بقى ريحة جسمك يعني حلوة بنفس ريحة زيت العطر اللي انت حطاه. دلوقتي انا حابة اوريه لكم، بعد ما انا حطاه كده في الوعاء الزجاجي قعد حوالي اسبوع، هو لوحده بينشف وبيتحول لبودرة زي ما احنا شايفين كده، فدي بقت بودرة معطرة. طب هستعملها ازاي؟ نفس الكلام، وانا باخد الشاور
هبلل جسمي كده في اخر حاجة خالص، قبل ما اخلص قبل ما اخرج احط شوية من البودرة كده على جسمي كله، وبرضو هسيبها حوالي 5 لـ10 دقايق، وبعدين هشطفها بالمية العادية. يعني ده هتحطيه في اخر مرحلة. ريحة تجنن، نعومة روعة. نقدر كمان نزود اي زيت ملوش ريحة مع الخلطة النهاردة، ممكن نحط فيتامين اي لو احنا بنحبه، ممكن نحط زيت اللوز، زيت اللوز الحلو او زيت اللوز المر، نحط منه نقطتين كده، بيكون حلو جدا. هيعجبكم ان شاء الله. دلوقتي في فيديوهات هتبان على الشاشة، اللي حابب يشوفها. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو تاني، ومع السلامة.